والتعامل والحوافز للفلاح المصري والمزارعين. خليني أرحب بوزير الزراعة السيد القصير. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عادل. أهلا بحضرتك فندم. أهلا. الله يكرمك ربنا يكرمك. وطبعا الاجتماع تناول أكتر من زاوية، بس خليني أقول أنه يعني هذا الاجتماع كان فيه دعم واضح وصريح من سيادة الرئيس للمزارع والفلاح المصري. طبعا هو سيادة الرئيس دائما الفلاح والمزارع في بؤر اهتمامه. يعني الفلاح دائما سيادة الرئيس بيبحث عن آليات لدعم الفلاح والمزارع. بس النهارده كان في هدف واضح يا فندم، وهو دعم الفلاحين والمزارعين، زيادة دخلهم وزيادة أرباحهم، وده من خلال مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصاد. هنا الموقف ايه حضرتك هتعمل لو تسمحي لي بس اشرح انت عارفه ان اصبحت قضيه الامن الغذائي في ظل الازمات المتكرره اللي موجوده على الساحه، سواء التغيرات المناخيه او جائحه كورونا او الازمه الروسيه، يعني اصبحت قضيه محوريه. نعم. وسياده الرئيس دائما بيبحث عن الامن الغذائي لشعب مصر العظيم. يمكن هذه الازمات المتتاليه اثبتت للعالم ان المال لوحده نعم. غير قادر على توفير الغذاء الامن للشعوب. صحيح. لو المال موجود انت مش هتلاقي غذاء تشتريه، وارد. وبالتالي دي قاعده يعني اصبحت موجوده على الساحه. سياده الرئيس يعني يمكن قطاع الزراعه والامن الغذائي شهد نهضه ودعم غير مسبوق خلال الثمان سنوات اللي فاتوا، لكن صحيح. كان اليوم تركيز سياده الرئيس على مساله الزراعه التعاقديه. زراعة تعاقدية، الفلاحين احنا عندنا زراعة تعاقدية ولكن مش بالشكل العلم الصحي قوي. احنا بدأنا فعلا زراعة تعاقدية، كنا بنشتغل فيها من فترات من الزمن في القمح والسكر، قصب السكر وبنجر السكر مؤخرا، ولكن أضيف بعض الأنواع في إطار دعم الفلاح المصري، لأن الفلاح المصري عشان يزرع محتاج يبقى عارف هيبيع بكام طبعا قبل ما يزرع، عشان يقدر يقرر يزرع ايه، لان الفلاح برضه رجل اقتصادي من حقه يكسب، هناك بدائل لابد ان يكسب ولابد ان يزرع محصول يقدر يحقق له ارباح. وبالتالي صحيح. بدانا ننفذ الزراعات التعاقديه بمفهومها العلمي اعتبارا من يمكن العام السابق والعام اللي قبله. احنا يمكن بنفذنا الزراعه التعاقديه على محصول قصب السكر، على بنجر السكر، على فول الصويا، على عباد الشمس. نعم. لكن ابتديت بالامر في هذا العام محصولين. محصول الذره يمكن احنا كان هناك توجيهات فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ان احنا نعمل زراعه تعاقديه للذره. ليه برضو؟ عشان نشجع الفلاح ان يزرع ذره، لان انت عارف برضو الذره مكون رئيسي في الاعلاف. نعم. فبالتالي كان لابد ان احنا نطمن الفلاح بزراعه الذره ونشجعه، وبالتالي اعلنا سعر استرشادي ب 6000 للطن. وعملنا تعاقدات مع اتحاد الدجن وبعض مصنعي الاعلاف والمربين الكبار، والحمد لله كميات الذره السنه دي كانت زايده. طب معنى كده يا سياده الوزير انه اقبال المزارعين على فكره الزراعه التعاقديه في استجابه؟ طبعا. ما هو الفلاح زي ما بقول لحضرتك ايه، في فرق بين فلاح يزرع وعارف العائد بتاعه مقدما، وفي فلاح بيزرع وموش عارف سيبها لظروفها. يبقى بقى فكرة انه اللي بيعرف العائد مقدما ده انت بتضمنه. بضمنه. ما هو دي الميزة اللي في الموضوع. نعم. ان انت بتحط سعر ضمان. نعم. يعني لو السوق نزل بتضمن له السعر ده برضه. ايوه. يعني هاتي مثال خليني ادي لو نزل برضه. طب ولو ارتفع عالميا؟ ارتفع. ما هو زي ما سيادة الرئيس وجه النهاردة. أيوه. احنا عملنا سعر استرشادي للقمح واعلناه في مجلس الوزراء الماضي. 1000 جنيه للأرداب. تمام. وده سعر استرشادي. سياده الرئيس في اطار دعمه للفلاح والمزارع وعشان نشجع الفلاح انه يزرع مساحات كبيره من القمح ويورد للحكومه اللي بينتجها للحكومه، قال سيادته ايه؟ السعر ده استرشادي يمثل سعر ضمان مش هنقل عنه. لكن لو اتجاهات الاسعار اتجهت لشكل الارتفاع او في تغير في الظروف، ندرس ان احنا نمنع برضه حافز اضافي لدعم الفلاح عشان نحافظ على ربحيته و
ونحافظ على مكسب. يعني نقدر نقول ان ال 1000 جنيه السعر الاسترشادي للقمح ده الضمان اللي تم الاعلان عنه ده مش هيقل، ده الحد الادنى. مش هيقل حتى لو السوق نزل. حتى لو السوق نزل الفلاح هياخد ال 1000 جنيه في الاردب. ده الحد الادنى. لو الاسعار زادت هنا هيبقى في تحفيز. في تقرير وسياده الرئيس وجه كده صراحه قال يبقى في تقرير حافز استثنائي اضافي يتناسب مع الاتجاهات في حينه والاسعار في حينه وزير. عشان احافظ على دعم الفلاح. طب مبدئيا سياده الوزير رد فعل اخواننا المزارعين ايه على فكره ال 1000 جنيه للاردب مع الموسم الجديد؟ هل هذا الرقم راضي بالنسبه لهم؟ طبعا هم هو حضرتك الفلاح كمان مش بيدرس السعر وبس، بيدرس كمان الانتاجيه، يعني طبعًا. زي ما هنتكلم بعد شويه محور التقاوي. لكن صحيح. طبيعي الفلاح ال 1000 جنيه ده في ظل الاسعار السريعه حاليا وكمان التوجيه سياده الرئيس ان لو الاسعار كانت متحركه وكانوا محتاجين ندعمهم اضافي هندعمهم. هيحصل تمام. فده اعتقد ده توجه ما كانش موجود في الدوله المصريه قبل كده، لكن ده في اطار زي ما بنقول كده يعني دعم الفلاح، دعم انتاجيته، تشجيعه لشيء لزراعه المحاصيل الاستراتيجيه، فده توجه كويس ان شاء الله. نأمل احنا محتاجينه، يعني هو محتاجنا واحنا محتاجينه. دي طبعا علاقه بالظبط، ما حدش فينا هيقدر يستغنى عن التاني، لا احنا هنقدر نستغنى عن الفلاح كحكومة أو كشعب، ولا الفلاح المفروض أنه يبقى مدينه ومريحينه علشان هو يعظم من إنتاجه ويزود إنتاجه ويزيد عدد المزارعين في بعض المحاصيل وفي نفس الوقت هو يكسب. المعادلة يعني معروفة إن شاء الله. إحنا يعني بندعم، وكان توجيه سيادة الرئيس كمان في مسألة التقاوي المعتمدة لو تسمح لي. التقاوي بقى اتفضل هنعمل التقاوي. التقاوي كان يعني أنت عارفة إن دائما الفلاح في أحيانا بيستسهل ويعمل ويستخدم تقاوي من اللي عنده من إنتاجه. لكن توجيه سيادة الرئيس إن إحنا ندي تقاوي معتمدة من خلال المراقب عليها من وزارة الزراعة والشركات التقاوي المعتمدة عشان تزود الإنتاجية. كل ما ياخد تقاوي معتمدة ويعني متوافق عليها ومسجله وكذا بتزود الانتاجيه بتاعته. وبالتالي انا بقيت سعر مناسب وفي نفس الوقت كمان زودت له الانتاجيه. لو افترض لو هو استخدم التقاوي المعتمده بتاعتنا ممكن الفدان يزيد على الاقل اردبين فيكسب اكتر. هي اضافه فيكسب اكتر. هل التقاوي الخاصه من الوزاره اللي حضرتك بتدعو اخواننا المزارعين ان هم يتعاملوا معاها، هل دي غاليه بالنسبه للمزارع؟ لا لا مش غاليه ولا حاجه، ده احنا يا دوب بنبيعها بسعر التكلفه. القمح والذره وفلسطين وعباد الشمس احنا بنستنبط هذه الاصناف. طب ليه بيستسهل انه يزرع تقاوي من عنده؟ كانت نقص الدعايه ونقص التوعيه ونقص الاهتمام. تمام. لكن احنا كمان احنا كمان عملنا حاجة كويسة ان احنا كمان اضفناها لأول مرة برضو مسألة الخريطة الصمتية. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا نفترض ان احنا عندنا في القمح مثلا 20 صنف. في صنف معين بيجود في المنطقة دي وصنف معين بيجود في المنطقة دي. فعملنا خريطة وهنوزع التقاوي على المحافظات على حسب الخريطة الصمتية. تمام. لان احنا يهمنا ان الفلاح يحقق اقصى انتاجية. الحاجة الثالثة اللي احنا عشان نزود التوعية والإرشاد للفلاحين احنا اعطينا توجيهات ان احنا نزود الحقول الإرشادية اللي بتصرف عليها وزارة الزراعة. يعني بنستهدف ان شاء الله ان احنا على الاقل في كل قرية او قرية كبيرة نعمل حقل إرشادي نوري الناس ونعلم الناس ويشوفوا على الطبيعة ويتعلموا الممارسات الزراعية. هم طبعا زملائنا الفلاحين والمزارعين عندهم خبرات لكن طبعا لهم بعض اللمسات كنوع من انواع الارشاد موجوده وبالتالي بتؤدي الى زياده الانتاجيه. لان هدفنا في النهايه وهدف فخامه الرئيس والدوله المصريه ان احنا نرفع من عائد الفلاح نحسن من مستوى دخله ده تمثل حياه كريمه برضه. صحيح. الفلاح والمزارع زاويه مهمه. نعم نعم. طيب سيادة الوزير احنا يعني الموسم اللي جاي بنستهدف زراعة قد ايه وتوريد قد ايه من الفلاح للحكومة؟ هو التوريد بقى بيتوقف على ان شاء الله احنا كل السنة اللي فاتت 3.6 مليون فدان. احنا طبعا بنستهدف اكتر من كده. ده الرقم النهائي اللي فات؟ لا السنة اللي فاتت احنا بنستهدف ان شاء الله نصل الى 4 مليون فدان او اكتر. يعني احنا بنستهدف التوسع في زراعة القمح. أيوة. وبالتالي اعلنا السعر مبكر عشان الفلاح يقدر يحدد المساحه اللي هيزرعها. والحاجه الثانيه بنقدم التقاوي وبنقدم الارشاد الزراعي وبنقدم الميكنه الزراعيه كل الحاجات دي بنقدمها للفلاح وبنقدم
أساليب جديدة للمكافحة وخلافه. نعم. والخريطة الصنفية دي كلها آليات لتشجيع الفلاح، لأن محصول القمح في ظل الأزمات اللي موجودة حوالينا. أيوة. عنصر رئيسي ومتغير رئيسي في عملية التغذية والخبز. نعم. فبالتالي احنا بنستهلك، وبعدين اقتصادي، احنا بنعلن سعر وبنقول كمان لو الظروف اتغيرت هندي سعر حافز اضافي كمان ندعم به التسعير في حينه يعني. نعم. حضرتك بتستهدف زراعة 4 مليون؟ احنا بنتمنى ان نوصل ل 4 مليون. بنتمنى يعني، واحنا ان شاء الله يعني اعتقد في ظل هذا السعر وفي ظل توجه الدولة ان شاء الله نامل ان الفلاحين والمزارعين يتوسعوا. ال 4 مليون يوردوا قد ايه يا فندم؟ مش مسألة يوردوا، ينتجوا قد ايه؟ ينتجوا اكثر من 10 مليون او 11 مليون طن. طن. طيب إيه ده بالهادر ولا من غير الهادر؟ هل عندنا هادر كتير وبنعرف نتعامل مع الهادر دلوقتي بشكل كويس؟ مسألة الهادر كانت المشكلة في الماضي نسبة الفاقد والهادر في 15 إلى 20%. نعم. الحمد لله بعد المشروع القومي اللي أطلقه سيادة الرئيس اللي هو الصوامع، وده كان إجراء استباقي، وده بيوري لحضرتك الدولة المصرية دائما ما بتقوم بإجراءات استباقية، إن أدى إلى زيادة قدرة الدولة المصرية على إنها تحتفظ بمخزون استراتيجي من القمح. نعم. من 1.2 كان عندنا قدرتنا إن إحنا نحفظ مخزون استراتيجي 1.2 سنة 2014. نعم. إحنا الحمد لله بالمشروع القومي للصوامع بنقدر نخزن إلى 5.5 مليون طن، وبالتالي زود قلل قدرة قلل نسبة الفاقد. نعم. نسبة الهدر، جودة التخزين، وبالتالي مكن الدولة المصرية انها تحتفظ بمحصول استراتيجي. نعم. وبالتالي الاجراءات الاستباقية اللي الدولة بتاخدها زي المشروعات التوسع الافقي. نعم. وبرضو لولا الاجراءات الاستباقية ان احنا نتوسع في الاراضي الزراعية ونزود مساحة كان زمان الموقف دلوقتي كان مختلف. زمان الموقف كان يعني خطير، صعب جدا. صعب لو لم طبعا. لو لم يكن هناك اجراءات استباقية لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعي عشان نقدر نوفر المية للمساحات الزراعة الجديدة. أيوة. وده برضو كان زماننا بقى في موقف مشكلة طبعا. لو لم تتوسع الدولة في المشروع القومي للطرق وتمهيدها والمعامل وخلافه كان. دي كلها إجراءات الدولة المصرية تاخدها استباقية. نعم. لتدعيم هذا القطاع، لأن أصبح قطاع الأمن الغذائي زي ما قلنا كده مسألة أمن قومي. أيوة. ده موضوع حيوي للغاية. طيب سيادة الوزير، خلينا نتعلق، هل في مشاكل تانية خاصة بالنسبة للفلاح بتحاول أو المزارعين حضرتك تعالجها؟ يعني فكرة الأسمدة هل فيها مشكلة؟ إحنا حضرتك دائما مش بص كده، إحنا دائما بندعم وبنراجع الأوضاع ودائما مع الفلاحين وبنقدم لهم كل الدعم. مسألة الأسمدة برضو عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا بنعمل مشروع دلوقتي مع زملائنا في مركز البحوث الزراعية. أيوة. عشان تعظيم الاستفادة من الأسمدة حاجتين. بخلاف منظومة الري الحديث اللي هي بتوفر نسبة أكثر من 30% أو 40% من الأسمدة. نعم. وبالتالي من خلال يعني المنبر مع حضرتك إن إحنا بندعو الفلاحين إنها تتوسع في الري الحديث اللي بيؤدي إلى تخفيض التكلفة وتخفيض احتياجات وتخفيض عليهم هم على فكرة، وتخفيض له ده طبعا. الحاجة الثانية إن إحنا أطلقنا برنامج قومي، الدولة المصرية أطلقت برنامج قومي لتوفير تمويل لتمويل الري الحديث. نعم. على 10 سنين وبدون فايدة بالقسط. نعم. بدون فايدة. محتاج توعية، ده محتاج توعية. لو كمان بنعمل حاجة جديدة ان شاء الله يعني قريبا نطلقها، ان احنا بنعمل خريطة التربة، يعني بنعمل حصر لخريطة التربة على مستوى الجمهورية بحيث نشوف عناصر التربة، وبالتالي بنحدد نوعية السماد المطلوب على حسب طبيعة التربة عشان. نعم. الفلاح لما يحط سماد معين يبقى متأكد ان التربة محتاجاه والمحصول محتاجه، بدل ما يكون التربة مش محتاجاه وبالتالي يحط سماد يعتبر هدف. فعندنا محاور كتيرة شغالين عليها لدعم الفلاح من كل الجوانب يعني. نعم. مسألة كمان ان احنا نتوسع في اسواق التصدير ونجد اليات لاسواق نفتح تصدير، ده لتدعيم برضو الفلاح على اساس ان احنا السلع اللي بننتجها لو فرض عن الاستخدام المحلي بدل ما تترك تتعرض للهدر بنبدأ نفتح أسواق تصدير جديدة. مهم زي ما حضرتك شايفة يمكن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت زادت، لا اسم كتير في العالم وبنسوق. بس احنا محتاجين قفزات في المسألة دي يا سيادة الوزير، يعني طبعا مجهود يشكر عليه، لكن محتاجين قفزات. محتاجين قفزات، مش محتاجين. نعم. بسرعة، لا محتاجين نقص. صحيح صحيح. فاحنا ان شاء الله بنقفز ودعم سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء، وزي ما حضرتك شايفه هو قطاع الزراعه في الفتره اللي فاتت
يعني والامن الغذائي، الدوله المصريه استطاعت انها توفر الغذاء باسعار مناسبه موجود بكل الاحتياجات، ما حصلش نقص في السلعه طلبها مواطن ما كانتش موجود. صحيح، شوفي كثير من الدول الاوروبيه العملاقه اللي بتمتلك الاموال في قيود على استخدام السلع. نعم. وعلى توفير السلع للمواطن. نعم، ده شتاء ربنا يستر هيبقى عليهم عامل ازاي. نعمة من ربنا. سيادة الوزير بعد اذن حضرتك، فيما يتعلق بالامن الغذائي ايضا عايزين نعرف فكرة تعظيم الثروة الحيوانية، وهل عندنا مشكلة في منظومة الاعلاف ولا لا؟ او اتفضل. هو انت عارف ان الثروة الحيوانية يمكن توجيهات فخامة الرئيس من فترة طويلة ان احنا بنهتم بالثروة الحيوانية على محاور كتير، سواء المشروع القومي للبيتيلو، سواء مشروع المليون راس، سواء تحسين السلالات، سواء القوافي البيطرية، سواء غذاء آمن في مسألة المراكز تجميع الألبان، سواء توفير اللقاحات والأمطال، كل دي محاور لتطوير الثروة الحيوانية. وبالتالي احنا يمكن مشروع القومي للبيتيلو، يمكن شفتي حجم التمويل اللي تم ضخه لهذا المشروع من خلال هذا المشروع، حوالي أكثر من 7.1 مليار جنيه لأكثر من 460 أو 470 ألف راس لأكثر من 41 أو 42 ألف مستفيد. وبالتالي ساهم هذا المشروع في تدعيم توفير اللحوم داخل الدولة المصرية. ده محور. المحور الثاني مسألة تحسين السلالات. توجيهات سيادة الرئيس إن احنا نحسن السلالات، وبالتالي برضو من منطلق توفير حياة كريمة ودعم للفلاح والمزارع والمربي، إن أنا بوفر له يعني راس ماشيه بتدر لبن اكتر ومعدل تحول اللحوم فيها اعلى، وبالتالي العائد منه بيزيد. ارجع تاني نفس السؤال، هل في استجابه لهذه الفكره؟ احنا طبعا يمكن لو حضرتك تابعتينا احنا كان مع جمعيه الاورمان، لان مؤسسات المجتمع المدني مشتركه معانا في هذا الامر. اختاروا حوالي مجموعه يعني مستوفين للشروط في محافظه الفيوم. وزعنا عليهم حوالي 100 راس. تمام. موجوده واخترناها اختيار مناسب وزعناها عليهم وبنتابعهم. تمام. ايضا في اطلقنا مبادره مع وزاره التضامن ووزاره الاوقاف بان احنا هنشتري عدد من رؤوس برضه نوزعها على الاسر اللي هي عندها قدره على انها ترعى الراس برضه وتوفر لها احتياجاتها. تمام. عندنا كمان احد المشروعات القطاع الخاص متبني مبادره ان يعمل محجر، وبالتالي بيجيب رؤوس ويوزعها على صغار المزارعين او المربين في دايرته. بدا بالفعل. خلاص هنطلقه. نعم. طب احنا هنطلقه قريب كمان. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول ان استيراد الرؤوس مفتوح. والمربي او اللي عايز ياخد من خلال البنوك بنوفر له تمويل ب 5% منخفض التكاليف. وبالتالي احنا بنوفر القوافي البيطريه، اللقاحات، الاشراف، التلقيح الاصطناعي، دي كلها محاور الهدف منها. ما عندناش أزمة في لا موجودة ولا قادمة بأمر الله فيما يتعلق بيه. بتكلم هنا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء برضو علشان نبقى مطمنين المواطن. ولا وعايز أطمن حضرتك برضو، لابد عندما نتحدث عن مسألة البروتين الحيواني لابد إن احنا لا نغفل إن الدولة المصرية لديها كفاءة ذاتي من الدواجن، وده بيضم إلى منظومة البروتين. طبعا. منظومة الأسماك، وبنحقق أرقام قياسية فيها، ويعني قربنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي. بس رخصوا لنا الأسماك شوية سيادة الوزير بعد إذنك. يا مدام عزة، الأسعار لابد إن إحنا برضو أرجو إن خلال وحضرتك يعني في الاقتصاد برضو بتراعي الحكاية دي، لابد إن إحنا نراعي نقطة التعادل عشان الاستدامة. لابد إن المنتج لابد إن يبيع بسعر يحقق نوع التعادل، يغطي لازم يكسب عشان يكمل ويتشجع. فلابد ان دائما ناخد في الاعتبار، انا مش من مصلحتي ابقى مبسوط قوي لما بيع الحاجه باقل من قيمتها. هنا مش هنا لا خالص، لا مش مطلوب. خروج المربي والمنتج من السوق، وبالتالي بعامل الدوره هترجع الاسعار ترتفع. طيب، بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله، هل في منتجي الدواجن خرجوا من السوق؟ لا، هو بص كده يعني حاليا في ظل الظروف الموجودة هي أسعار الأسعار صعيبا بترتفع وتنخفض على حسب المتغيرات، لكن لما المربي الصغير هو اللي قد يقوم بيتعرض لبعض التأثير
ليه بقى في خاصة في أوقات الحر؟ أنا فاهمة، لكن هل خرج بالفعل؟ أنا هقول لحضرتك أتفضل. في أوقات الحر الشديد أو في أوقات البرد الشديد ساعات بتزيد التكلفة عنده، فبالتالي قد يخرج من الإنتاج دورة ثم يعود مرة أخرى. احنا أطلقنا برنامج وهو التحول من نظام التربية المفتوحة إلى نظام التربية المغلقة عشان بتمويل ميسر من بنوك عشان ما يخرجش من الدورات، لكن من السوق من السوق، وبالتالي كلها آليات بننسق مع برضو اتحاد الدواجن ازاي نساعد الناس دي. عشان كده بقول ايه، دائما مش من الصح نقول ايه ده السعر احنا بنشتري رخيص. مسألة تشتري رخيص لابد ان يكون بما لا يقل عن نقطة التعادل طبيعي طبيعي. أرجو ان حضراتكم تتبنوا هذا المبدأ عشان يعني يبقى، لان انا بحافظ على المنتج طبعا، وفي نفس الوقت الفلاح ومطلوب ان حضرتك تحافظ عليه وان هو يستمر. طبعا 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 صحيح. بشكرك فندم، شكرا جزيلا.